بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السادة الضيوف الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الفريق ركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدني الترحيب بكافة الضيوف الكرام الذين قدموا للمشاركة في المؤتمر السنوي السادس الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت عنوان القيادة والإدارة في عصر المعلومات. ويعد انعقاد هذا المؤتمر علامة بارزة في إطار الجهود البحثية المتواصلة التي يحرص المركز على تفعيلها وتطويرها للإسهام في عملية صنع السياسة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي على وجه التحديد والعالم العربي عموما، وذلك عن طريق معالجة قضايا وموضوعات حيوية في وسط بحثي وموضوعي. ومن أجل ذلك حرص المركز على مشاركة نخبة من القياديين والباحثين والخبراء العالميين الذين نتطلع أن تسهم بحوثهم ومناقشاتهم في إثراء الحوار وتعزيز الفائدة بهدف التوصل إلى رؤى وصيغ مدروسة تساهم في المحصلة في بلورة تصور مشترك يلخص واقع موضوع نقاش المؤتمر ويرسم معالم محددة لاستشراف مستقبله. لكي نتمكن مواجهة التحديات التي تفرضها علينا طبيعة المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تحدث من حولنا والتي يجب أن نتخلص إزاءها من الصورة النمطية الممثلة في كوننا متلقين وأصحاب ردود أفعال بشأنها فحسب، وأن نهيئ أنفسنا فعليا لنكون صناعا للمستقبل نساهم بفاعلية في تحديد أطرة بما يتناسب مع دورنا التاريخي وطموحات شعوبنا ومتطلبات مصالحنا الحيوية. كما يأتي تنظيم هذا المؤتمر في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية دراسة دور القيادة وتحليل سماتها وأبعادها وتقصي تأثيرها الحيوي في الماضي وآفاقها المستقبلية في عصر المعلومات والثورة التقنية المتسارعة. وجدير بالذكر أن التحديات التي يحملها القرن الحادي والعشرون من تدفق حر للمعلومات وتقدم تقني لا محدود وتواصل إنساني وتجاذب حضاري متعدد الصيغ والأشكال تتطلب بلا شك نسقا جديدا ومتفردا في أسلوب القيادة والإدارة في كل موقع بناء ووسط عمل، كما تحتاج إلى سمات قيادية وإدارية متميزة تتناسب مع متطلبات التغيير والتطور لتحقيق النمو المتسارع والتقدم الملموس. إننا على يقين بأن حضوركم ومشاركتكم المقدرة في فعاليات هذا المؤتمر سيكون لها أبلغ الأثر في إنجاح المؤتمر وإثراء مناقشات جلساته بالقيم والموضوعي من الملاحظات والآراء، مما يساهم في تعميم الفائدة المرجوة من انعقاد هذا المؤتمر. ختاماً، نأمل أن يحظى كافة الأخوة المشاركين بوافر المنفعة وحسن المشاركة، وأن نوفق من خلال ما سيطرح في هذا المؤتمر من تحقيق الأهداف التي ننصب إليها جميعاً. الله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The Emirates Center for Strategic Studies and Research takes special pride and pleasure in welcoming نرحب بضيفنا الكبير صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ليشارك معنا في هذا المؤتمر السادس في عصر المعلومات. وبوصفه شخصية دولة وشخصية لامعة، فهو يحاول أن يوازي بين المتطلبات في هذا العالم المتغير، متبعا خطى أبوه اللامع صاحب الجلالة الملك حسين لجعل هذا التغير في عالم
في عصر المعلومات من خلال قيادته الحكيمة والحيوية. فقد تستمر الأردن لأن تكون نموذجا للتطور في العالم العربي، ونحن ندعو صاحب الجلالة يشاركنا رؤيته في من خلال استقرار الاقتصاد الوطني في الأردن وتحقيق البلورة السياسية وديمقراطية المؤسسات لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط. سيداتي وسادتي، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن سيقدم لنا كلمة الافتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Highnesses, Excellencies, distinguished participants. It is a real pleasure to address أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام. إنه لمصدر اعتزاز لي أن أتحدث إلى مؤتمركم هذا حول القيادة والإدارة في عصر المعلومات. ونعقد اجتماعنا هذا في أرض القيم والتقاليد العريقة، حيث استطاع قائد وذو خبرة رسم طريق بناء دولة حديثة، وأثبتت رؤية وحكمة وتفاني سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كيف تستطيع القيادة المسؤولة بناء القوة والتماسك الداخلي والحفاظ على النظام الإقليمي في آن واحد. وإذن في مثل هذه الأوقات الصعبة نعبر عن تقديرنا لقيادة سموه وننشد سداد نصحه، وأتحدث باسم الكثيرين حيث أن أتمنى لسمو الشيخ زايد الشفاء العاجل والعودة الميمونة إلى بلده وأمته وعائلته. وفي ملاحظة شخصية، فإنني أشعر بالفخر والامتنان على هذه الفرصة للتعبير عن طموحات وتطلعات الشعب الأردني في بلد عزيز على قلوبهم كما هو على قلبي. أصحاب السمو الحضور الكرام، يتعامل مؤتمركم مع موضوع هام وفي وقت مناسب له، فهو يحدد التحديات التي تواجهها الدول والشركات في العالم كله في فج قرن جديد. فالعالم يشهد تحولات لم يشهد لها مثيلا من قبل، من حيث حجمها وسرعتها وتأثيرها في الوقت ذاته الذي تزداد فيه هو بين الغني والفقير. فقد غيرت الإنجازات التكنولوجية في حقلي الاتصالات والمعلومات الخارطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للعالم، وأخذ النظام الاقتصادي العالمي تبلور كنظام مترابط ومتصل من خلال شبكة إلكترونية حديثة. وتؤثر المعلومات والأفكار التي تنتقل من خلال الأقمار الصناعية على توقعات وتصرفات الشعوب في جميع بقاع العالم. وبدأت الحواجز الاجتماعية أمام التجارة والاندماج في الأسواق المالية تتناقض بشكل واضح. لقد بزغ وقع جديد يرى فوائد الاعتماد المتبادل ويرفض العزلة، واقع مليء بالفرص الجديدة والتحديات والأخطار في آن واحد. ويدفع هذا الواقع الجديد تجاه تطور غير مسبوق في العلوم والتكنولوجيا، ويبني على التحسن الكبير في مستوى المعيشة في القرن العشرين. لكن لهذه الصورة نقيضها، فقد ترك هذا الواقع الكثيرين خارج إطاره. فهناك 880 مليون شخص ما زالوا أميين ويعيش ما يزيد عن مليار وثلث شخص في فقر مدقع. بالنسبة لهؤلاء فقد فشلت التجارة الدولية وبرامج تصحيح الهيكلية في معالجة همومهم اليومية وتحقيق العدالة والمساواة. ورغم بداية قرن جديد لم تستقر معالم البيئة الدولية، وما زالت قضايا اجتماعية واقتصادية وهامة تواجه الواقع الدولي الجديد. فكيف نتعامل مع الفجوة المتسعة بين الغني والفقير؟ وكيف نحقق نموا اقتصاديا مستديما؟ وكيف نضمن سيادة القانون والنظام وحماية حقوق الإنسان في القرن العالمية؟ هذه أسئلة تواجهنا وتشكل تحديات كبيرة ترافق الفرص المتاحة في الواقع الجديد.
وهي أسئلة تتطلب رؤى واضحة وقيادة قوية، وفوق هذا وذاك التزام بمواجهة التغير وقبول بقوله والتعامل معه. الحضور الكرام، تفرض البيئة الدولية المتغيرة على الدول النامية تبني برامج وخيارات جديدة للمستقبل. وبداية يجب أن ندرك جميعا أنه لا يمكن تحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد قوي وتحقيق الرخاء الاجتماعي بمعزل عن أسس ديمقراطية راسخة، ولا بد لهذه الأسس من أن تتركز إلى إرادة سياسية تعمل على حقيقة الشفافية والعدالة والمساواة. وسيبقى الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي وسياسة القانون الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ويمكن أن تساعد المشاركة البناءة في النظام الاقتصادي العالمي والتكيف مع قواعده في تسريع مسيرة هذه التنمية. ولكن لابد للدول النامية من أن تعي أن التوجه نحو اقتصاد السوق يجب أن يتزامن مع إصلاحات اجتماعية مؤسسية، خصوصا في محاربة الفقر والاستثمار في التعليم وتقوية الجهاز القضائي، وإن تمكين الدولة من الاستجابة لمتطلبات جميع أفرادها، أغنياء كانوا أم فقراء، والقضاء على جميع أشكال التميز سواء كانت على أساس جنسوية أو عرقية أو دينية أو على أساس الوضع الاجتماعي، هي عوامل رئيسية لبناء مجتمع مدني معاصر. وقد ثبت في العالم كله أن المشاركة تحقق النتائج المطلوبة، فالمدارس تعمل بشكل أفضل بمشاركة الآباء والأمهات، وتحقق أساليب الري نتائج أفضل إذا شارك المزارعون في اعتمادها، وتنجز عملية الإقراض نغاياتها إذا ما شارك المدينون في صياغتها، وتكون برامج الإصلاح على مستوى أكثر فعالية إذا تركزت إلى سياسات وطنية تبنى على المشاركة. وفوق هذا وذاك، على الدول النامية أن تدرك أن التنمية المبنية على أساس وطنية قوية هي القادرة على ضمان مشاركة فاعلة في الاقتصاد العالمي. فالقوى الداخلية تقوي الأصوات المنادية باعتماد منهجية جديدة في التنمية العالمية تستند إلى منظومة أخلاقية عالمية واعتبارات اجتماعية عادلة، وستمكن هذه المنهجية القيادة الدولية من إيجاد حلول تكنولوجية وتوفير العناية الصحية والتعليم للفقراء. وعند ذلك يمكننا أن نواجه التحديات العالمية في عصر المعلومات. الحضور الكرام، دخلت الأردن هذا العصر ويحكي الأردن قصة مجتمع مدني معاصر يحترم حقوق الإنسان والنظم والديمقراطية والتعددية والتناغم الاجتماعي كثوابت تدير مساره. فقد أوجدنا شراكة جديدة مع القطاع الخاص وكرسنا المؤسسية التي تضمن المحاسبية في الإدارة والسياسة. واقتصادنا الحر مبني على عقد اجتماعي يضمن المساواة في الحقوق والمسؤوليات. ونحن نرسم طريقا جديدا في السياسة والاقتصاد في إقليمنا، ونسعى إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم الذي يعيد الحقوق ويضمن مستقبل جميع الشعوب في الشرق الأوسط. والأهم من ذلك كله إننا نوفر فرصا اقتصادية للجيل الشباب من الأردنيين، ونجني ثمار ميزتنا التنافسية التي تمثل بمهارات وكفاءات الأردنيين، ونقدم لهذه الكفاءات الفرص للإنجاز وتقديم أفضل ما عندهم خدمة لهم ولبلدهم. ونحن بالفعل نبني بيئة اجتماعية تشجع المعرفة والمشاركة في الإبداع. تلك هي أدواتنا في بناء الدولة ورأسمالنا في القرن الجديد، وذلك هو مقياسنا لقدرة القادة على الاستجابة لتطلعات شعوبهم. أيها الحضور الكرام، إننا نعيش مرحلة تاريخية مليئة بالتحديات، وقد أدت الاكتشافات الإنسانية المسارعة والنمو السكاني المتواصل وظهور أقاليم اقتصادية جديدة، إضافة إلى تزايد قبول العولمة إلى مضاعفة المعرفة الإنسانية في فترات زمنية قصيرة. ستساهم حواراتكم على مدى اليومين القادمين في مساعدة القادة على التعامل في عالم مع عالم متغير، وستؤكد على أنه رغم كل التغيرات تبقى القيم الإنسانية واحدة، في التأكيد على أن الشعوب
هي الأهم. أتمنى لكم التوفيق في مداولاتكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن مركز الدراسات الاستراتيجية أود أن أعبر عن شكرنا لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني على كلمته الملهمة في هذا المؤتمر، فقد أعطانا فكرة جيدة عن التغييرات والتحديات التي تواجه الشعوب والدول، وأعطانا أفكارا لنعتبر منها. فأولئك الذين سمعوا هذه الكلمة لابد أننا سنستفيد منها. شكرا لك صاحب الجلالة.